شوكولاتة محشوة بالكنافة، ترند وهبة جديدة في السوشيال ميديا. حلو سريع بمكونات بسيطة، والطعم يقولوا إنه لا يوصف بحسب الذين جربوه. سنجرب الوصفة مع الشيف يارا عبيدات، والتي أيضا سوف تحضر لنا كيكة الشوكولاتة مع الكنافة، ابتكار جديد لمكونات الكل يعشقها. من عمان نرحب بالشيف يارا عبيدات. يسعد صباحك يارا. يسعد صباحك ريم، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بيكي. يعني احنا نعرف انه الشوكولاته طبق حلا او حلا بحد ذاته، والكنافه حلا بحد ذاته، ايه اللي جمعهم مع بعض؟ يعني اللي جمعهم حدا عن جد بحب كتير وذواق للطعام، لأنه عن جد إشي كتير زاكي واختراع كتير حلو. وما أظن إنه في حدا ما شاف هذا الترند وما جرب حتى يعمله. يعني أنا شخصياً كل ما بفوت على السيرش عم بيطلع لي كله فيديوهات عن ترند الشوكولاتة. بس يا ترى هل طعمها لذيذ؟ يعني هل الطعم يسوى يعني إنه أدمج الحلال الاثنين مع بعض؟ إنه ما أتخيل طعم الشوكولاتة مع الكنافة. الكنافة دائماً أتخيلها حارة وفيها قشطة. خيال صراحة. هو طول عمره الكنافة مع الشوكولاتة موجودة، يعني في عنا إحنا هون بالأردن كنافة شوكولاتة. بس مع وجود الفستق الحلبي، زبدة الفستق الحلبي، طعمة خيال. يعني إذا ما جربتيها لازم تجربيها، ضروري بعمل لك إياها من عيوني. الله يسعدك. طيب ورينا كيف نعملها. ضروري. أهلا وسهلا ريم. طيب هلأ كتير انشهر هذا الترند وكتير ناس شافه. بيسكلي أو بسهولة، هو شوكولاتة تتذوب، تنحط في قوالب، نتركها شوي لحتى تجمد، بعدين بنحشيها بالكنافة اللي بنحمصها مع زبدة الفستق الحلبي وبنغطيها. رح أفرجيكم أنا عاملة كم منعينة، ورح أفرجيكم مراحل تحضيرها. طيب. يعني هاي لوح من الشوكولاتة المعمول، هاي لما نكسره بيطلع معنا حشوة الفستق الحلبي مع الكنافة، ونقدر نعملها بأكثر من شكل. عشان نعمل الشوكولاتة بهذا الشكل في عملية اسمها تمبرينج. هاي العملية بتحتاج إنه إحنا ندوب الشوكولاتة الخام لدرجة حرارة معينة تقريباً 40، بعدين نرجع نبردها عشان لما تدوب الشوكولاتة الفات أو الدهون الموجودة فيها بتتلخبط بتروح. فإحنا نرجع نجمعهم بطريقة صح ليطلع عنا شوكولاتة نقدر نشكلها وتكون لمعتها حلوة وتكسر معنا لما نعملها. يا سلام. ففي عدة مراحل، في عندنا مراحل تدويب الشوكولاتة بالضبط، فهي مو سهلة الفكرة إذا بدنا نعملها صح. فأي حدا مختص بالشوكولاتة عارف عن إيش عم بحكي. لازم ندوبها ونبردها لتصير عنا بهذا القوام، وبنسميها tempered chocolate. بعد ما تصير عنا بهذا القوام بنصبها بقوالب خاصة للشوكولاتة. أنا يعني هذا لحاله بده حلقة، فأنا هيك فرجيتكم، بدي أفرجيكم المراحل عشان أحكي لكم أنا شو عملت من هذا الترند. بنصبها بقوالب خصوصي للشوكولاتة، بنتركها لحتى تبرد زي هاي المرحلة، بصير عنا القالب بس شوكولاتة من تحت، بعدين بنرجع نحشيها بالحشوة اللي هلأ رح أفرجيكم إياها، اللي هي بتكون حشوة الكنافة مع الفستق الحلبي، وبنغطيها بطبقة تانية من الشوكولاتة. هذا الحكي أنا إذا بدي أوصله كنت على السوشيال ميديا، بحب أحكي مرحلة التمبرينج عشان هي إشي كتير مهم لأي حدا بده يعمل الشوكولات. ففكرت قلت يعني ستات البيوت هذا موضوع، دوب شوكولاتة على درجة حرارة معينة، بدها ميزان، نرجع نبردها عشان تطلع معنا مزبوطة. مش إشي يعني سهل وأدواته موجودة، يعني بحتاج لعدة، يعني بحتاج لهاي السباتشولا، بحتاج لهذا المجرود، وبحتاج لميزان حرارة. فعشان نعملها صح قلت خليني أعمل فيها إشي حلو سهل يعملوه ستات البيوت. عملته على مبدأ ترايفل، ترايفل الشوكولاتة مع الكنافة والفستق الحلبي. فهلا بدي أفرجكم الخطوات. يلا. اليوم ما رح نشتغل شوكولاتة، إذا الله كتب ممكن نعمل شوكولاتة. اليوم رح نعمل الترايفل. طيب الترايفل، ترايفل طبعا إحنا عنا أجيب الترايفل زي ما هو معروف، هو عبارة عن طبقات من الكيك وبينه الكاسترد أو إشي بديل للكاسترد، إشي بيكون كريمي ومع النكهة اللي إحنا بنضيفها لهذا الترايفل. الله.
الحلو انه هذا كثير سهل ينعمل. طيب يعني احنا نعمل كيكه شوكولاته كده على جنب؟ يعني انا مش عشان نقدر نسوي هذه الوصفه 100%. نعمل كيكه شوكولاته او او نشتري كيكه شوكولاته جاهزه او نجيب كب كيك جاهز، يعني ما في مشكله، كثير سهل الموضوع. يعني انا هون جايبه كيكه شوكولاته او شوكولاته خربت عندنا، بنقدر نفتفتها وبنحطها بالجوت. حلو، بنصفتها بالجوت اللي احنا بدنا اياه. شو بنحتاج عشان تطلع الترايفل تبعنا زاكي؟ بدنا تشريبه، بدنا شيء نسقي فيه الكيك. فاللي بحب الكوفي بيقدر يحط شيء كوفي بيست، اللي ما بده طعمه الكوفي تضغى على طعمه البستاشي. وانا كثير يعني انا بحكم ان عندي محل حلويات، فكتير بهمني البالانس بالطعمات، انه ما في شيء يطغى على شيء. طبعا المكون الاساسي هو اللي يكون بارز مع وجود مكونات ثانيه تدعم. نعم. وبرضه بدنا نسهلها، بدنا نجيب حليب شوكولاته برضه موجود بالسوق. بسم الله، وبنشرب. طبعا انا مجهزه كل شيء عشان نلحق، وانتوا قد ما بتحبوا التشريبه. انا بعرف الصبايا تحديدا بيموتوا على الكيك المسقسق. انا شخصيا اختار القهوه. بالضبط، رح نشربها وانا بحب القهوه، بس انا ما بدي كنت تطغى على نكهه الفستق الحلبي. الله، عشان هيك اخترت الحليب، بس برضه نقدر نحط القهوه. رح نشربها بهذا الشكل. حلو، عفوا. والطبقه الثانيه كاسترد، اي كاسترد جاهز بنحط عليه شوكليت بعد ما ندوبها ونحطها. بصير عندنا كاستر شوكولاته، او اي حدا عنده وصفه كاستر شوكولاته بيقدر بيكون ساخن ولا درجه حراره الغرفه بديل؟ اذا لا لازم يكون بارد. خلص بارد، يعني لازم يكون معمول وبارد بهذا الشكل. ممتاز. هاي هذا كاسترد مبرد وجاهز واحنا عاملينه. حلو، اذا ما بدنا نستخدم كاسترد وما عندنا، يعني في عندنا مثلا حليب مكثف محلى، جبنه كريميه، عندنا شويه قشطه، نخلطهم مع بعض مع شويه كاكاو بمقادير. طيب يعني شيف على السريع لو تورينا الشكل الختامي او النهائي لها. عن جد. يلا يلا، حاضر، هلا رح نفرجيكم اياها. وهلا رح نحط طبقه من الكاسترد، هي سريعه جدا. يا سلام. والشيء المكون الاساسي بهاي الوصفه اللي هو شو؟ اللي هو الكنافه مع الفستق الحلبي. زبده الفستق الحلبي موجوده بالسوق، صارت موجوده في كل السوبر ماركتات، تمام؟ فاحنا بنجيب الكنافه اللي برضه موجوده، انا حمصتها اختصارا للوقت. نعم. وبنخلطها مع كميه من الفستق الحلبي. الله، قد ما بتحبوا، انا مخلوطه برضه جاهزه عشان اختصارا للوقت. ورح نفردها فوق عندنا هاي طبقه الكاسترد اللي حطيناها. وانا دائما بحب الجوانب، هي اللي 100% صراحة، يعني وصفة لذيذة يا شيف صراحة، بالوجه. يفتح شيء يفتح النفس، وخصوصا كده بتخيل تاكل باردة كده، حتى قد ما نحطها في الثلاجة وناكلها. أيوة. باردة يا هلا بالصيف، حتى قد ما حبوها الناس عملناها عندنا بالمحل، لأنه جد كتير زاكية. رح أزيد كمان شوي من الفستق الحلبي، ليش لا، هو شوي جمد من البرد. يعني صراحة شيء لذيذ، واللي بيعمل الرجيم لا يجينا. خلينا نستمتع. ايوه عن جد بالضبط، ما انا هذا اللي حكيته بالفيديو، يعني دايت وكمان حلو ما بيزبط. خلص ننسى هالمرة، نستمتع وناكل باعتدال، مع اني ما بوعدكم انه نقدر ناكل باعتدال هاي. طب هلا رح نحط اي نوع شوكولاتة الدهن، ندوبها شوي. بسم الله، وبنديرها ونحاول نخليها طرية عشان نقدر نفردها بسهولة، يعني طبقات أزيد عليها لذيذة كده أنا عم بعملها وفيها طعم الفستق والشوكولاتة، يعني من جد شيء لا يقاوم. شيف يارا عبيدات، شكرا لا يقاوم لك وتسلم بعدين يدك، شكرا لوجودك معنا اليوم في هذا الصباح. الله يسعدك، أهلا، العفو، أهلا وسهلا، الله يخليك.